لما كنا بنتكلم على الجزء بتاع الاليفيشن فوكسنج، كنا بنتكلم على ان اللانس اللي موجوده عندي في الترانسديوسر كانت بيسك تعمل لي فوكس في الدايركشن اللي هو الفيرتيكال هنا ده. اوكي، الدايركشن الفيرتيكال ده كان مجموعه الالمس اللي عندي هنا كان كلها ماشيه في الاتجاه ده كده، مفيش عندي المس في الاتجاه الثاني. اوكي، فطالما مفيش المس في الاتجاه الثاني ما اقدرش اعمل الميكانيكال فوكس، ما اقدرش اعمل الالكترونيك فوكس اللي انا اتكلمت عليه من شويه، ما اقدرش اعمل ترانسميشن فوكسنج ولا ريسبشن فوكسنج في الاتجاه بتاع الاليفيشن. اوكي، فالحل بتاع حاجه زي كده ابتدت الناس تتكلم عن حاجه اسمها 1.5 دي او 2 دي اريز. 1.5 دي او 2 دي اريز دي فيها بيبقى عندي مالتيبل روز من الترانسديوسرز بالشكل ده كده، وبعمل فيها زي ما كنت بعمل بقى في الايه، في الفوكسنج كنت بتكلم عليه من شويه. ممكن في الترانسميشن اعمل فوكسنج في الترانسميشن، وفي الريسبشن اعمل فوكسنج في الريسبشن بنفس الشكل كنت بعمله في الدايركشن الثاني، في الدايركشن بتاع الايه، الويدث. اوكي، يعني يبقى برضو عندي هنا الترانسديوسرز دي محطوطه، وفي بينها وبين بعضينا ديليز، وفي الاخر يبقى في سامر، يبقى بعمل ديلي سام بيم فورمينج. اوكي، فطبعا دي فيها ميزه ان انا ممكن بيها ان انا احسن جدا بقى الثري دايمنشنال شيب بتاع الايه، بتاع البيم. يعني انا دلوقتي كان العيب الاساسي في الوان دايمنشنال اريز ان انا بعمل ريزولوشن مش بطاله ابدا جوه في الوان دايمنشنال، في جوه في الصوره نفسها، في البلين بتاع الصوره، في الكروس سكشن بتاع الصوره نفسه، انما السلايس ثيكنس بتاع الصوره نفسه بيبقى كبير، بيبقى وحش. اوكي، يعني الحاجه اللي باينه لنا هنا دي السلايس ثيكنس بتاعتنا. اوكي، هلاقي ان هي كبيره الى حد ما، يعني بنتكلم مثلا في حدود سنتي مثلا، وبتفضل ماشيه مثلا ممكن تقل هنا تبقى مثلا نص سنتي ولا حاجه، بس بتكبر بعد كده تبقى اكبر من سنتي كمان. اوكي، فبتخيل مثلا ان انا الريزولوشن بتاعتي ان بلين مليمتر، واللي هو الثيكنس نفسه بتاعت السلايس بتاعتي نفسها او الثيكنس بتاع الصوره نفسها سنتي، فاحنا كده بنلوز، يعني ممكن يحصل لنا اوفرلابنج للستراكشرز جوه السنتي ده بشكل يبقى مش كويس. فالحقيقه طبعا الاختراع بتاع المالتي دايمنشنال اريز اللي بالشكل ده كده بيسمح لنا ان احنا نعمل فوكسنج في جميع الاتجاهات، فطبعا ممكن يبقى عندنا ريزولوشن مور اور ليس يونيفورم في الثلاثة دايمنشنز. اوكي، طبعا ده ما بيبقاش اكزاكتلي يونيفورم نتيجه ان عدد الالمنتس بتاعتنا هنا اقل، اوكي، من العدد اللي ممكن ناخده من هنا، الا ان هو برضو بيبقى بيعمل لنا فرق كبير جدا الحقيقه في الاليفيشن دايركشن. يعني الاليفيشن دايركشن ممكن نوصل بيه ان احنا يبقى عندنا حاجه مور اور ليس شكلها يونيفورم بالشكل ده في كل الدبث اللي عندنا. اوكي، الفرق بين ال 1.5 دي وال 2 دايمنشنال اريز ان ال 1.5 دي دوت بيبقى عباره عن عدد قليل جدا من الاليمنتس، وبيبقى لها فيكست فوكس، يبقى لها فوكال بوينت محدده. اوكي، انما 2 دايمنشنال اريز بعمل فيه بقى زي ما بعمل بالظبط في الايه، في الترانسميشن والريسبشن بين فورمنج اللي شفناهم من شويه، بقدر اتحكم ان انا فوكس بيهم في اي اتجاه وفي اي نقطه، فممكن اعمل بيهم دايناميك فوكسنج، ممكن يبقى زي اللي كان موجود ان بلين بالظبط. اوكي، فده الفرق بين ال 1.5 دي وال 2 دايمنشنال اريز. طبعا الحاجات دي بتبقى اغلى بكتير جدا من ال 1 دايمنشنال اريز، يعني بتكلم على الحاجات دي بتبقى يعني ممكن اتكلم مثلا على اولموست 50 مره ضعف ثمن ال 1 دايمنشنال اري، وغالبا المكن اللي بيشتغل عليه الحاجات دي بيبقى برضو اغلى بكتير جدا من المكن اللي هو شغال بال 1 دايمنشنال اري. يعني ممكن اتخيل مثلا ان احنا عندنا الرينج بتاع البرايسز بتاعتنا، بنتكلم مثلا ممكن نلاقي مكنه ب 10000 جنيه مثلا، او بنتكلم على مثلا حدود 1000-1500 دولار، كويس، وبنطلع بيها ممكن نلاقي مكن مثلا ب 500000 دولار، كويس. المكن اللي هو بيبقى بقى اغلى مثلا من 200000 دولار ولا حاجه، ممكن بيبقى بنتكلم ان في ترانسديوسر دي بتبقى موجوده. اوكي، لانها بتبقى فيري اكسبنسيف. اوكي، مش بس اكسبنسيف ان انا يعني الترانسديوسر نفسه بيبقى اكسبنسيف، لا ده كمان ال 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 الانالوج فرونت اند بتاع اللي بيهندل بقى كل الاليمنتس دي بيبقى اغلى بكتير جدا، لان هو طبعا زي ما احنا شايفين كده احنا بنضرب عدد الاليمنتس بتاعتنا الاصليه في عدد الاليمنتس اللي هي في عدد الروز، وعدد الروز دي احنا ممكن اكشوالي لو احنا بنتكلم على 2 دايمنشن اريز ممكن نلاقي حاجات 256 256، فده حاجه رقم فلكي. يعني لو بتكلم على 1.5 دي بضرب مثلا في 8 او في يعني بضرب في 7 او في 8 او حاجه زي كده، برضه ستيل سيجنيفيكانت. فاحنا بنتكلم على كوست اوف ترانسديوسر وكوست اوف الايه، البروسيسنج ايه، انالوج فرونت اند اللي بيعمل لنا هاندلنج للترانسديوسر دوت.